فصبح عليكم مرة تانية، وتعالوا نشوف أخبار الطقس النهاردة بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كمان، وهيكون مايل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط رياح على بعض المناطق، وده هيكون على فترات متقطعة، وده اللي هيقلل كمان الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة. احنا اليوم ما زلنا مستمرين في التحسن في الاحوال الجويه، وخاصه خلال فترات الليل لسه بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على مزيد من التحسن في درجات الحراره وفي الاجواء على مدار اليوم كله. الطقس خلال فترات النهار بيكون طقس حار رطب على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، لكن بيظل شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة كمان ان خلال فترات النهار بنشعر بارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، ده بيجعل درجة الحرارة المحسوسة اعلى من المقاسة بحوالي من درجتين لثلاث درجات، بالاضافة كمان مع دخول فترات الليل وغياب اشعة الشمس بيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده على اغلب مناطق الجمهوريه بيقلل احساسنا بوجود نسب الرطوبه فترات المساء، وبنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المعتدله تماما خلال فترات المساء وساعات الليل، ويمكن احنا كلنا بدانا نشعر بالتحسن خلال فترات الليل. لكن خلال الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل هيبدا يتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه وايضا مدن القناه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، مهم جدا ناخد بالنا منها لانها تبدا في الظهور ان شاء الله من غدا وبعد غدا. بالاضافه كمان ان طبعا متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه اليوم على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط معرضه لفرص سقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هنشوفها في بعض المناطق والمناطق الثانيه لا، لكن هي بتساعد على وجود يعني اشبه بالاجواء الخريفيه، وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس فبتؤدي في تحسن في الاحوال الجويه. من غدا الجمعه ان شاء الله هنبدا نشعر بارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه عن يعني امس واليوم، لكن هو ارتفاع طفيف ثم تعود مره اخرى درجات الحراره في انخفاض، فاحنا الفتره دي هنكون بين انخفاض وارتفاع طفيف في درجات الحراره، لكن بصفه عامه اجواء صيفيه مستقره تماما على اغلب انحاء الجمهوريه. بشكرك في النهايه دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، العالمين 30 25، مطروح 29 25، السلوم 30 والصغرى 24، بورسعيد 30 24، دمياط 31 والصغرى 24، السويس 34 23، الإسماعيلية 34 24، العريش 31 24، طابة 33 25، كاترين 31 19، شرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 27، الفيوم 33 21. نروح لبني سويف، العظمى فيها 33 والصغرى 21، أسيوط 34 22، سوهاج 35 24، قنا 36 26، أسوان 38 27، الوادي الجديد 38 26، حلايب 35 27، وأخيرا شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى 27. عودة مرة تانية لشاذلي ومنى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك لمي.